وذلك يوم الخميس القادم بعد صلاة العشاء.
لأن من لم يفرح بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فمتى يفرح أيضا؟ ورد في الأثر أيها الإخوة أن أبا لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام لما سيق له الخبر بأن عبد الله أخاه قد ولد ولدا من آمنة ساقت الخبر إليه مولاه خبيرته فطار فرحا ما كان عارف أن سيصبح نبي وبعد يقول النبي سيكون عدوا له وإلى آخره فرح أساسي بلحظة والعرب تفرح للفتى أكثر من إيه؟ من الأنثى خاصة السابق فمن شدة فرحه أعتق تلك الخادمة لوجهه في ورد في الأثر قيل أن الله سبحانه وتعالى كرامة لذلك الفرح للمقصود فرح للمقصود لأنه ختم له بسوء خاتم هذا أبو لهب لكن كرامة للفرح الذي لامس قلبه بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام قيل أن يوم الاثنين ذلك اليوم الذي ولد فيه النبي وطار أبو لهب فرحا قيل أنه يخفف عنه من عذاب جهنم كرامة لذلك الحكم النبوي فما بالك بمن فرح قاصدا وقلبه موحد ومات وعاش على حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ماذا تظن؟ ورد أيضا أن الله عز وجل يقول لكل من يفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وعزتي وجلالي لأفرحنك يوم الفزع الأكبر ليه؟ أكيد لما تفرح بميلاد حبيب الله كأنك تفرح بحبك لله الذي أعطاك تلك النعمة والذي يحب المهدي لابد أن يحب الهدية والذي يحب المعطي لابد أن يحظى ويفرح بالعطية وأعظم عطية أعطاها الله للبشر محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث بقية مرة أخرى يا إخوة ندعوكم جميعا كل واحد مخول في أن يدعو من يشاء يوم الخميس بعد صلاة العشاء فرحا بميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام